فاكر يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام، يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام، كلنا نشجع حازم امام لو انت اهلاوي، كلنا نشجع حسام حسن لو انت زملكاوي. وقت ما كان حسام حسن بيلعب في الاهلي محدش كان عنده ابدا ده بيلعب فين وده بيلبس شيرت ايه فرقته، هو بيلبس شيرت منتخب مصر وبالتالي هو اللاعب بتاعي دلوقتي. بالظبط، هو اللي اتكلم فيه صراحه النهارده كريم واضح ان هو واصل زي ما كان اسلام بيقول لكل اللعيبه، اللعيبه كلها حاسه بده. السوشيال ميديا محدش بيشوف السوشيال ميديا، حتى وان طلع قال انا ما بهتمش بيها كل الناس بتبص عليها، محدش ما بيبصش على حاجه. كل الناس بيوصل لها ردود الافعال، ودي حاجه مش حلوه خالص في رايي. طبيعي جدا ان اي حد معرض للانتقاد، مفيش حد فوق الانتقاد، فطبيعي ان الناس تطلع تنتقد محمد صلاح وتنتقد لعيبه منتخب مصر. ولكن في حد للنقد، انا بطلع انتقد عشان اقول مثلا انا شفت فلان كان احسن يتحرك في الحته الفلانيه، لو غلط في كذا يبقى احسن يعمل كذا، لكن ما اطلعش اتريق على لعيب، ما اطلعش اشتم لعيب، ما اطلعش اهزق لعيب يعني كلمه مش صح تتقال، بس ده اللي بيحصل في اوقات كتيره، ده مش صح. بعيدا طبعا عن قصه نون الفانيلا، احفل فاكر التحفيل دي، احفل اطلعه على المسرح، الجمل المشهوره دي عشان ده هيجيب 200,000 فيو و300 شير. لو انا اسف وفي واحد يطلع تاني قدام الكاميرا عشان سعره يعلى لما يبقى ترند، يعني في واحد قدام في الاستوديوهات او في برامج او خلافه، يعني مش بنتقد زملاء ولا بنتقد حد، ما اقصدش يعني، بس اقصد الناس اللي وصلت بيها الحال انها تتنمر على مدرب منتخب مصر ولا اللاعبين، يعني وصلت بيها كل الناس من حقها تنتقد، كل الناس من حقها تقول حاجه طالما هي منطقيه، وارد انت تقول راي انا ما اتفقش معاه عادي طبعا، بس طالما انت بتتكلم بحاجه فاليد من وجهه نظرك بشكل منمق ومحترم، فطبيعي اي حد معرض للنقد. مظبوط، يعني انا مش مع الكلام بتاع ان احنا ناجل الانتقاد لما بعد البطوله، لا خالص، لا كل واحد بينتقد، لو احنا بنحلل الكوره بالظبط، يعني انت ما ينفعش برده يبقى في حاجه وحشه فتقول ايه بص لا خلينا نقول عليها حلوه عشان ما نزعلش حد. ما كلنا انتقدنا كيروش ومنتخب مصر في مباراه المنتخب النيجيري تحديدا، يعني بالظبط كنت هتقدر تطلع تقول اصل هم لعبوا حلو، ما كانش في يعني ما كانش في حاجه واحده تقول انها كويسه. طبعا انا اللي طلبه او انا اللي مستنيه من لعيبه منتخب مصر ان انا اشوف اللعيبه بتقدم اداء احسن، صح، بتظهر بشكل احسن، تموت نفسها زي ما هي، زي ما احنا عايزين الجمهور يكون كله ملتف حوالين منتخب مصر، ودي حاجه اكيده، واللي قاله صلاح النهارده في المؤتمر حقيقي سواء عن الاهلي او الزمالك او اي حد تاني. مطلوب كمان من لعيبه منتخب مصر ان هم يظهروا بشكل احسن عشان الناس كلها حواليهم والناس كلها مستنيه ان هم يقدموا اداء افضل. صلاح كلامه منطقي جدا في رايي، ومستنيين باذن الله، باذن الله الاحسن بكره ان شاء الله. طيب